تعرفي على سلمى، سيدة حامل جعلت من طفلي رفيق دربها اليومي. عند الصباح يصل سلمى تذكير من طفلي، لديها موعد اليوم مع طبيبها لإجراء صورة أشعة اعتيادية. بما أن السنة شائعة في تاريخ عائلتها، تصر سلمى على الحفاظ دائماً على أسلوب حياة صحي وحتى وهي حامل، وهذا يعني تناول فطور صحي كل صباح للتأكد من حصولها على جرعتها اليومية الضرورية من الفيتامين سي. بعدها تنطلق في نزهة رشيقة وهي ترتدي جهاز الفيتبيت لتسجيل نشاطها وخطواتها بدقة وحفظ بياناتها. وصلت سلمى الآن إلى المستشفى لموعد الصورة وهي متشوقة جداً لرؤية طفلها مباشرة على الشاشة. تلتقط صورة له وتضيفها إلى يوميات حملها للاحتفاظ بالذكرى الجميلة. وبعد تحميل الصورة يستلم زوجها إشعاراً فيفتح التطبيق ويضيف إليها لمسة الحب. بعد الموعد تشعر سلمى بشهية كبيرة للحم الأحمر، تواجه أحياناً تحديات لإيجاد الوصفات الصحية الملائمة، فتستشير طفلي وتبحث في قائمة الوصفات لاختيار ما تحضره لها ولعائلتها. وفي ختام نهارها الطويل تستمتع سلمى بقراءة نصائح سريعة ومقالات مفيدة للبقاء على اطلاع بكافة المعلومات المتعلقة بحملها. طفلي يقدم لك أدوات ومحتويات مخصصة تساعدك على اتخاذ قرارات أكثر اطلاعا لك ولعائلتك. حمل طفلي اليوم.